وفي قطاع الصحة الذي تسعى إدارة المحافظة للارتقاء به عبر توفير الأدوية بمختلف أنواعها وتجهيز المختبرات وجميع الأقسام بأحدث الأجهزة، أكد مواطنون من قرية المزارية التابعة لقضاء بلد من توفر أغلب أنواع العلاجات، مبينين أن الخدمات المقدمة للمراجعين تفوق السنوات الماضية مع وجود ملاكات متخصصة على مدار اليوم. الواقع الصحي في مركز الصحة المزارية نوعية جيدة ومفضلة، وتعاون موجود بين الإدارة بيننا وبين القطاع وبين الدائرة. وبالمقدمة نشكر الدكتور نزار على متابعة الميدانية إلى مركز الصحة المزارية، ونشكر الدكتور خالد برهان على اهتمامه بمركزنا. يعني حقيقة مركزنا المراجعين اللي يراجعونه بنسب جيدة. عندنا الأسنان، وحدة الأسنان بالشهر 200 مراجعة تمشي حشوة وتنظيف وكامل. عندنا المختبر هم زاد نفس الحالة، يشتغل بال 200 100. ما يخص أعداد المراجعين اللي عندنا في مركزنا بالشهر من 500 إلى 700، يعني 700 650. فنشكر احنا بصفتنا، يعني نشكر الدكتور نزار ونشكر الدكتور خالد على اهتمامهم. حقيقة ما بغسلوا لنا بكل شيء، كتجهيز يجهزونه أي طلبية، يعني حتى المولد قاز يجهزونه، ما مخلينا معتازين بأي شيء. وكطلبية مال أدوية من النوع جيد جدا. فباسمي وباسم عشيرة المزارع وباسم كادر صحة المزارع، الشكر والتقدير إلى الدكتور نزار والدكتور خالد برهان. وبالنسبة للرقابة الصحية في مركز الصحة المزارية مستمرة بالمتابعة الميدانية بالمطاعم والإجازات والفحص الطبي أسبوعيا. احنا واجبات الرقابة الصحية مستمرة، وشهريا نرفع تقرير إلى شعبة الرقابة الصحية في بلد بمتابعة منهم. احنا يعني متابعين الموضوع، لأن تدري أهمية مشاريع أهمية قصوى هذه أكل مع الناس. وبالنسبة لمشاريع المي جاي نتابعها ميدانيا، نفحص المي مالها ونفحص نسبة الكلور مال المي، والحمد لله الأمور ماشية. نقدم كافة الخدمات الصحية والطبية في مركز صحي المزارع الفرعي. توجد لدينا كافة العلاجات بكادر يعني متميز، وموجوده كم علاجات يعني متوفره لدينا من الدائره. لا كلش زين، متوفره كافه العلاجات احسن من قبل، يعني متوفره بكلش. يعني عندنا الاموكسين شراب كيفليكس، عندنا حبوب الضغط اللازكس موجوده، عندنا تروفين، عندنا الازيثرو اوغمنتين، هواي علاجات مضادات مشتريات كم، عندنا علاجات. لا يعني مراجعين متوفرين يعني بكثره، يعني احنا يعني مقدمين لهم كافه الخدمات. والله جد والدتي عمود راحتها شوية وجبتها لي جاي هنا تشلحها، تحت الأسنان موجودة وإشكال موجود، إشكال متوفر. لو متواضعين إن شاء الله على الصحة، الحمد لله كل شيء متوفر موجود بالصحة. جهودهم حيل زينين، أي والله، وشغلهم نظيف الحمد لله والشكر، كل شيء متوفر لهم، جهود الله وجهودهم، والله ما يقصرون الحمد لله والشكر. لا ماكو إلا على بلد، كانت بالناحية وبلد هسه لها قريبة علينا، نجي عليها ناخذ علاج، ناخذ مال أسنان، مال نشلة، مال مفاصل، مال كل شيء متوفر عندهم.